بدأت فيها دراسة الماجستير في معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية في جامعة الخرطوم. سويت على نيل غناي السودان هذلك الوقت كان يعيش فترة ديمقراطية مزدهرة جدا. الطلاب هم نفسهم اللي يحرروا الصحيفة ويطبعوها ويوزعوها. فده خلق نوع من التواصل مع عدد من الناس. نقلتي من الصحافة الورقية إلى العمل في بيئة صحافة الإنترنت. أنا لما أتيت في الجزيرة كان عندي فكرة عن صحافة الإنترنت. الوصول إلى القمة كما يقولون يعني هو سهل، لكن الحفاظ على القمة يحتاج جهود أكبر.